فكرة، هاي الفكرة كثير حبيتها وبكيتنا من الضحك على التي في، فحبيت ارجع عيلة. ان شاء الله كنا فصل قصير. الحمد لله اجيت يا شباب، اجيت هاي يمكن هنا بيعطينا هنا بيعطينا كان بيدا. مرحبا اهلا، بعتيني من فرق جايتها بدي. نعم من جايتها بعتيني فحل بيك. لا هو يجي يلا يجي حتى لا هو عنده. يلا ماشي يا حبيبي. لجزيف وين كان هو؟ اوكي يلا فحل بيك. باي باي بحكيك عن زميلي. شو هالمكواية اللي بدك اياها من فوق؟ ما بعرف من الاول اجي اخذها من هون. أربعمية ستة على اثنين مكوية لون أحمر. مدي صورة على تذكرتك؟ لا ما معك أكيد ما معك، بس إنه التذكرة ما عندي. صوري عم جاي هون. يلا كله ماشي. تفضل. جهاد المكوية الحمراء. ما بعدي حافظة. ما بحكي زيتي بي خلقك هكي. لا شوف كتير شوف ايه معك حق. وانا بيني وبينك بدي اترك الشغل على الارض من صاحب المحل. شو هذا شو؟ ما شو صار معه؟ ما بعرف شو؟ هو ماشي ما في زودة وما بقى تعلق مش ما انا ما بشتغل يا حبيبي. قل له ترك الشغل، وقف الشغل وانت بشتغل كله. قل له خليه يخلص. شخصني انا؟ وقف الشغل، انا ما بدي اشتغل. سوري يجيب غيري خليه. انا بدي اقول له خليني انا بعرف احكي انا وياه، خليني بدي اقول له. قل له ما مش قصه زاويه، قصه شو اخفف له بالدواء. خليني انا بحكي. الدولار طلع على السما مضبوط ولا لا؟ لحد ما عشت. اوكي بس سوري انا بحكي ريت علي توصل. العالم عم تلحق يا مخلوقه معقوله؟ انا شو خصني؟ ماشي انا ما بدي اشتغل عنده بقى اذا ما اعطيني اللي بدي اياه. انا حاحكي قلت لك فك علي. انا حاحكي تحكي انت؟ ايه شو يعني هلا؟ بمشي؟ طولين بدي اعزيك ما لي حياتي. هون عن جاري انا بدفع له. شو على شو بتدفع له؟ صوري التذكره زي ما انا ما ها بدك بدك مره بعد تذكره؟ ماني ما اعرف مالي عصبني ما بدي شيء. دولار بالسما وعم بيعطيني نص معاش وعلي. قولي له ما تدفعي له، انا بدفع له حبيبتي. شو هدي مانا شغله هيدي؟ عالم جاعد. الكبار قاعدين عم يتفرجوا. شو هيدا؟ رح نشتري لحمه. بس مشي نفسك. عم عازمك، تكفى معي، مضي لهون بس. طولي بالك يا عمي كلنا معصبين هون. هون هلا نحن بنعبيهم بحق الله. هون بحق الله. هات تذكرتي؟ قال ما عنده مشكلة بس ما فيك تقول له أحد ما بدك تجي، أحد بدك تجي. أنا قايل له مش عارف أنا قايل له عمري خير ما بدي أشتغل كله. يا الله أنا ما بدي أشتغل كله. أنا ما أول ما قلت له أحد مقدس لأولادي. كيف تتركها؟ يمكن أنا أجي أغطي محلك، أنا بجي أغطي محلك. استوفي منك كله صار. أنا بغطي محلك. استوفي منك مصروف. بس أنا شو خصني شغل؟ استوفي منك كله. ليه؟ أنا الأحد رح أشتغل. أنا أول ما شغلت الأحد قلت له ما بشتغل، عندي عائلة. أنا رح أغطي. هلا طلعت مشاكلكم؟ بسيطة حبيبتي. سوري بس. هلا أنا مصر مستعجلة هلا طلعت مشاكل. انا رح هلا بتخلص. انا رح خط الاخر. انا ما عم شفت شيء حبيبتي. ما تاخذيني مني معك. ما تاخذيني بس الفرع الاول اللي معطاني يلا جنبي اللي عندك ما فهمت يعني. ما هو هون بنسلمك اياهم بس مو هيك حبيبتي. قال لي مالي بدي اعزبك تستنى مالي هالمره. صوري لي تسكتي اذا بدك. شو هالمره مالي بعد خزقناها على القلم ما عصبني. مالي تسلمي لي انا بدفع. هلا انا بدي بعطيكي معهم مكوية. مع المكوية برشت معي كرم عيوني. مكوية الحمراء 406 على 7.
يا حبيبي ياك عصب بالنفسي. لا يا حبيبي ما خصك انت تسلمي لي. لا يا حبيبي انت لا 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 وياه بس بدينا هون انا ماري بليز اعمل معروف انا عم باخذ مكواية اخذ عفش كامل شو بتعمل فيها عشو عشو توقيع هالارض يعني ما فهمت شو هالتوقيع هالارض ما بتعرف شو بصير حدا انه هالمكواية لالي بليز ما انا وقعت من شوي طيب بليز مزبوط وقعت بس هيك كمان بفضل ارتاحي شوبات برا شوب ايه ما فيها بليز بس على الجلي هلا بليز اعمل معروف بس من على رقبتك بدي اجي هو لا هو لا انا برضه وحياة الله هلا انا بدي ما بقى هي ما معامله عبالها انا ما ذنبي عم تخزقني يا ما ذنبي شو يعني لا هذا المحل بس لحظه صغيره لا هذا التليفون هذا لحظة هذا التليفون خليني ايدي انا بدي الكويت يمشي ماشي بليز بدي الكويت يمشي نحن عم نصور بليز بدي الكويت يمشي لا كان معك برنامج برنامج بدي يمشي كاميرا حدا مش كاميرا هذا برنامج خلي تليفوني بايدي مش معروف بس شو معروف شو دولك يا عمي معروف احكي تليفون ليه ما مين ما بدك فيه ما راح لك فيه هذا المال اللي بدك جيبوا لنا مال يلا معروف قلنا مال معروف شو هي الحياه طلعت ونزلت ولك حاب تتحاب حاب قد ما فيه واحلام ونحن من وعي تعيش وتاكل غيره تعيش وتاكل غيره ضرب طالع فيك انتو عند لورد الكترونيك لورد الكترونيك هي شركه هوم ابلاينسز كل شيء خاصه برادات غسالات اي سيات تي فيات كل شيء خاصه بالبيت عندنا فرعين عندنا بزوق مصبح عندنا بجعيطه والاسعار اللي بنقدر نعطيكم اياها ما حدا بيقدر يعطيكم اياها بلبنان ونتمنى منكم تزورونا بفروعتنا